أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. العرب: ماكرون يتجنب إثارة غضب إيران وميليشياتها في العراق. على العربي الجديد: أمريكا تعلق جزءا من مساعداتها لإثيوبيا ردا على بدء ملء سد النهضة. على القدس العربي: ترامب يأمر بمراجعة التمويل الاتحادي لمدن أمريكية وصفخ بالفوضوية. الشرق الأوسط: ماكرون يطرح على بغداد مبادرة لحماية السيادة. عربي 21: استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال وتنديد واسع. اندبندنت عربية: الأمم المتحدة تحذر من تخزين السلاح وتفشي كورونا في ليبيا. على المدى: تسجيل 3946 إصابة بكورونا. يقول الكاتب زهير الفتلاوي إن البحث الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير معنية بتحديد المشمولين بإعادة الحماية أو بإعانة الحماية الاجتماعية من غيرهم، وأن مسؤولية فرق البحث الاجتماعي تتمثل بالزيارات الميدانية للمستفيدين وملء استمارة البحث الاجتماعي فحسب، ومن ثم إرسال تلك الاستمارات إلى وزارة التخطيط كونها الجهة المعنية بتحديد خط الفقر الذي على أساسه يتم الشمول بالإعانة من عدمها، وأن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق جميع متطلبات التنمية الاجتماعية. نطالع. مرة أخرى يواجه الفقراء عملية إقصاء وإبعاد عن الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية. هؤلاء الفقراء الذين يشكلون نحو ربع مليون مواطن تم إبعادهم بعدة حجج واهية على الرغم من استحقاقهم القانوني والإنساني، وقد تم شمول الأغنياء والمترفين بسبب دفعهم للرشاوى وتفعيل إجراءات المحسوبية والمنسوبية من قبل حاشية وزير التخطيط وعناصر مكتبه، فضلاً عن وجود المعاقبين والوسطاء الذين يتدخلون بشكل مباشر أو غير ذلك. وقد طالب مئات المواطنين المستفيدين سابقاً بإعادة إعاناتهم الاجتماعية التي ألغيت مؤخراً بسبب الباحثين في وزارة التخطيط، وطلبوا من الوزارة ذاتها بإعادة رواتبهم بعد حجبها عنهم لأسباب مجهولة وربما لدوافع الفساد والمحسوبية. وقد اكتظت بهم دوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظات وبغداد، خصوصاً أنهم من ذوي الدخل المحدود وبحاجة إلى هذا الراتب الذي انقطع عنهم من قبل الجهات المختصة في وزارة التخطيط. وتشير إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وجود نحو 9000 موظف متجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية يكلفون الدولة 15 مليار دينار سنوياً. وقانون الحماية الاجتماعية الجديد يتضمن زيادة مبلغ الإعانة الاجتماعية وتوسيع فئات الشمول ومنح الإعانة للمستحقين وكشف المتجاوزين منهم، لأن الشمول في السابق يعتمد على التقارير الطبية. ويضيف الفتلاوي: ولكن يبدو أن وزارة التخطيط قد فشلت في هذه المهمة الكبيرة، أو أن هناك باحثين مرتشين ومدخلي بيانات لا يراعون العوامل الإنسانية لهؤلاء الفقراء، إذ تم شمول رجال الأعمال والتجار والأثرياء وترك الفقراء. نطالب مجلس الوزراء ومن يعنيه الأمر بإعادة النظر بالبحث عن العوائل الفقيرة والمستحقة فعلياً لهذه الإعانات وطرد الأثرياء ومعاقبتهم، خاصة أن وزارة العمل قد بذلت جهداً في هذا المجال، ولكن وزارة التخطيط فشلت في إفراح الفقراء والتخفيف عن كاهلهم. تحت عنوان حكومة الكاظمي مثقوبة السيادة، كتبت باهرة الشيخلي: هناك من ظن أن الحرب الأهلية ستندلع في العراق إذا بقي الوجود الأمريكي فيه، وإذا لم يستطع الكاظمي إخراج القوات الأمريكية من العراق، وهذا ظن يفسده إجماع العراقيين على ثورة تشرين واستعدادهم للتضحية بحياتهم من أجل تحرير العراق من عصابات ملال إيران
وميليشياتهم المجرمة الفاسدة الذين لم يفعلوا شيئا سوى بعض هجمات على المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية بالكاتيوشا والتي سقطت قذائفها في مساحات خالية. ينظر العراقيون إلى رئيس وزرائهم مصطفى الكاظمي على أنه أضعف رئيس حكومة جاء بعد الاحتلال سنة 2003، ويوافقهم في هذا محللون أمريكيون، لكن هؤلاء المحللين ينتظرون أن يستفيد الكاظمي من الفرصة التي أعطتها له واشنطن، بينما العراقيون لا يفرقون بين الكاظمي وبين كل من جاء بهم الاحتلال من جهة الولاء للعملية السياسية التي يطالبون بتغييرها، والذين بدأوا يتهكمون على إجراءاته ووعوده التي لم يقوى على تحقيق واحد منها. فإذا كان من سبقوه أدخم العراقيين بالتسويف، فإنه قد أدخمهم حد التجشؤ باستعماله وعوداً قبل كل جملة يتفوه بها، وعد ألا يلعب العراق دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وعد أن يخضع قتلة الهاشم للقضاء، ووعد ألا يسمح بالتدخل في شؤون العراق، وإلى غير ذلك من الوعود التي لم يتحقق أي شيء منها. كان الكاظمي في مفاوضات واشنطن مستمعاً جيداً لبرنامج أمريكا، كما لو كان تلميذاً مطيعاً، فأمريكا لديها استراتيجية معدة سلفاً جرى إعداد برامجها وفقاً لقياسات مصالح واشنطن، وعلى الوفد الضيف أن يصغي فقط، وإذا أراد أن يفاوض فإن المدى المسموح به يقتصر على سبل التنفيذ فقط، فحكومة الكاظمي مثقوبة السيادة من الجانبين الأمريكي والإيراني. وتضيف أيضاً الشيخ لي، لكن غزل الكاظمي المتواصل للميليشيات وقياداتها يجعل الريبة تسكن قلوب العراقيين الذين لكثرة وعود السياسيين التي لم تحقق منذ عام 2003 إلى الآن أي شيء، باتوا لا يثقون بأي وعد يطلقه سياسي، خصوصاً من الذين ما زالوا متمسكين بالعملية السياسية والجالسين تحت خيمتها. فهل سيبقى اسم الكاظمي عند العراقيين وعوداً فقط؟ أم أنه سيمحو هذه التسمية بأفعال يلمس العراقيون نتائجها؟ يقول الكاتب عبد اللطيف السعدون: إن مشروع الشام الجديد استفز عن غير قصد فريقا من القوميين السوريين الذين يحتفظون لأنفسهم بحق أخذ السبق في ترويج مشروع كهذا منذ أكثر من نصف قرن، وأن ثمة بعداً بين مشروع بلاد الشام الذي دعا إليه الزعيم، وهو لقب اعتاد القوميون السوريون على إطلاقه على أنطون سعادة، ومشروع الكاظمي. إن طرح مشروع الشام الجديد محاولة من الكاظمي للهروب إلى الأمام وللتملص من استحقاقات داخلية مهمة وعاد بها في منهاجه الوزاري وظلت حبراً على ورق، ولكن المشروع العملاق بوصف أحد أنصاره لم يقابل بما أمله الكاظمي منه، باستثناء شطحات ظهرت هنا أو هناك لبعض من أحسنوا الظن فيه، إذ رأوا فيه خطة طموحة تقوم على تفاهمات اقتصادية تجمع بين كتلة نفطية العراق وكتلة بشرية مصر ينهض بينهما الأردن كحلقة وصل، فيما قال آخرون إنه يشكل عملية إحياء لخريطة كان وضعها البنك الدولي تضم الأقطار الثلاثة إلى جانب لبنان والكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية أيضاً، ليشكل منطقة اقتصادية رائدة ومؤثرة. والمثير أن دبلوماسياً صهيونياً كان بشر قبل عام بخطة مشابهة تغير خريطة المنطقة. واللافت هنا أن قمة عمان الثلاثية التي كان من المفترض أن تناقش المشروع العراقي لم تتطرق في بيانها الختامي إليه ولو بكلمة، واكتفت بتكرار مفردات التنسيق والتعاون والتكامل، وربما يكون الكاظمي نفسه قد صرف النظر في اللحظة الأخيرة عن طرح مشروعه، أو أن ملك الأردن ورئيس مصر لم يجدا في المشروع ما هو جديد أو مجد. لم تعطي هذه الوقائع الدراماتيكية الصورة الماثلة أمام الكاظمي اللون الوردي الذي يتمناه، وهو يدرك جيداً أن سياسة مسك العصا من الوسط فقدت صلاحيتها. ويضيف السعدون: ولعل أهم ما نعثر عليه ونحن نستذكر أدبيات سعادة الموثقة في أكثر من مرجع وكتاب ونقرأ لإشارات مقتضبة عن مشروع الكاظمي
أن الأول يعتني بالقضية الفلسطينية ويعطيها أهمية مطلقة وينظر إليها بأنها صراع وجود وليس صراع حدود، فيما يبدو الثاني كأنه يسعى إلى اللحاق بقطار التطبيع الذي وصل للتو إلى محطة أبوظبي. وتبعا لذلك شكك القوميون السوريون في المشروع العراقي وجدواه وتساءلوا عن دوافعه في ظروف ملتبسة عربيا وأقليميا. يقول الكاتب شفيق ناظم الغبرة في هذه الانتخابات يوظف ترامب عائلته يستخدم البيت الأبيض ومنصبه لكسب نقاط في صراعه مع المرشح بايدن، لكن استخدام موظفي البيت الأبيض في حملته الانتخابية خارجة عن التقاليد الأمريكية. في المؤتمر الوطني لحملة للحزب الجمهوري تحدث كل من أولاده الاثنين وابنته المستشارة وزوجة ابنه الأكبر وزوجته ما أثار تساؤلات، كما أن استخدام ترامب لوزير خارجيته بومبيو في الثناء عليه أثناء رحلة سياسية رسمية للوزير في القدس المحتلة بالتحديد اعتبر خارج البروتوكول والسياق الأخلاقي. نتابع. منذ البداية لم ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون رئيساً لكل الأمريكيين، بل كان يصر في انتخابات 2016 كما وفي خطابه في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي بأنه رئيس لفئة من الأمريكيين وهي قاعدته المكونة من المؤمنين به من سكان المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية. لم يخفي مؤتمر الحزب الجمهوري الذي استمر لثلاثة أيام مدى انجراف الحزب الجمهوري نحو اليمين الأكثر تطرفاً، والذي يعلن على لسان ترامب موقفه من نخب الساحل الشرقي والمدن الأمريكية الثقافية والجامعية والإعلامية وبالطبع السياسية. ترامب صاحب مدرسة شعبوية، ومن صفات الشعبوية خلط الحقائق وتغييرها، فهو يدعي بأنه أفضل من تعامل مع الوباء الذي انتشر في طول وعرض الولايات المتحدة، لكن الحقائق لا تؤكد ذلك، كما أنه يركز على أنه أكثر من واجه العنصرية وساعد الملونين منذ عصر الرئيس لينكولن. كل هذه الأبعاد لا يوجد ما يؤكدها، لكنها تصل لمراتب التسليم بين قاعدته الأساسية المكونة من 30% من الأمريكيين. فأهم ما يميز شعبوية ترامب هو خطاب الخوف الذي ينشره في كل مكان. لغة ترامب لم تنصف على الإطلاق الجذور السياسية والاقتصادية بل والإنسانية التي سببت الحراك الاحتجاجي الشعبي الكبير الذي بدأ في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في 25 من أيار 2020. ما زلنا في القدس العربي، إذ يضيف الغبرة في هذه الأجواء المشحونة تقف الولايات المتحدة على صفيح ساخن. إن مقتل متظاهرين منذ أسبوع على يد مؤيد مسلح لترامب، ثم إطلاق النار على شاب أسود وإصابته بعدة رصاصات، ثم استمرار حوادث القتل والتصدي والمواجهة بين البوليس والمتظاهرين وبين اليمين المؤيد لترامب والقوى المؤيدة للحراك المعارض، يعكس الأجواء التي تزداد توتراً مع اقتراب موعد الانتخابات. لهذا يمكن الاستنتاج أنه لو كانت نتيجة الانتخابات متقاربة لصالح بايدن سيثير ترامب أزمة سياسية وأمنية كبيرة، وسيتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات، وهذا يعني أنه قد لا يقبل بالنتيجة، مما قد يورط الولايات المتحدة بأزمة عاصفة. على الشرق الأوسط، يقول الكاتب عثمان مرغني إن أتباع نظرية المؤامرة ليسوا كلهم من الجهلة والمغفلين كما يصورهم البعض، بل هناك شخصيات بارزة ومثقفة أيضا وراء هذا التيار، وهؤلاء في العادة ممن يرفضون سطوة الحكومات بشكل مطلق ويعارضون أي تحرك يرونه مقيدا للحريات. الصراع مع أفكار ونظريات المؤامرة ليس أمرا جديدا ولا هو مقتصر على جائحة كورونا، ولكنه في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الكثير من المعلومات المضللة فيها يصبح قضية معقدة وتصبح أبعادها المحتملة بالغة الخطورة. نتابع. نظريات المؤامرة المحيطة بفيروس كورونا لم تتوقف منذ ظهوره نهاية العام الماضي وحتى اللحظة،
ولا أحسب أنها ستتوقف حتى لو اكتشف علاج لكوفيد-19 ولقاح للمناعة ضد الفيروس. ففي الوقت الذي يصارع عدد كبير من الدول حول العالم لاحتواء تزايد الإصابات بعد فترة وجيزة من حصارها وسط مخاوف من موجة ثانية، خرجت السبت الماضي مظاهرات في عدة عواصم غربية تصدرها أصحاب نظرية المؤامرة لمناهضة الإجراءات الحكومية مثل لبس الكمامات واختبارات الفحص وقيود الإغلاق والتباعد الآمن باعتبارها خدعة لتمرير مخططات ومؤامرة تديرها أقلية متنفذة وقوى خفية يصفونها بحكومة العالم السرية الساعية للسيطرة على البشرية. اللافتات والشعارات التي رفعت خلال هذه المظاهرات كان بعضها شديد الغرابة مثل الكمامات تقلل المناعة ولا للاستبداد الطبي، وبعضها معروف ومتداول مثل نعم للحرية لا للخوف ولا للمألوف الجديد وكورونا كذبة. وعلى الرغم من أن أعداد المتظاهرين قدرت بالمئات في عواصم وببضعة آلاف في عواصم أخرى، إلا أن هذا لا يلغي حقيقة أن نظرية المؤامرة تجد رواجاً في الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تأثيرها يثير قلق الحكومات بسبب نشر المعلومات المضللة أو لأن بعض الحركات المتطرفة تستغلها لإثارة المخاوف. ويضيف الكاتب أيضاً، فعلى الرغم من أن نسبة المتأثرين بنظرية المؤامرة قد تكون ضئيلة بالقياس إلى عدد الناس الذين ينتظرون بفارغ الصبر اكتشاف لقاح ضد الفيروس الذي دمر اقتصاديات العالم وغير معالم حياة الناس، إلا أن المشكلة تبقى في قدرة كورونا على الانتشار السريع، فقلة صغيرة تسير وراء الأفكار المضللة ونظرية المؤامرة يمكن أن تصبح ناقلة للعدوى وتشكل بؤراً تهدد الأكثرية، وهنا المصيبة. على العربي 21 يقول الكاتب عبد الله الأشعل: التطبيع معناه الوحيد هو عودة العلاقات إلى سابق عهدها قبل انقطاعها، ولذلك فالاعتراف بالكيان الصهيوني مقدمة لتسلله إلى صلب المنطقة، وفي هذه الحالة نعتمد على وعي الشعوب العربية وهي تربو على 500 مليون، وبلادهم سوق تتنافس عليه الدول الأخرى، ولا يزال معدل التجارة البينية متواضعة، فيجب على الشعوب مقاطعة بضائع الدول التي تعترف بالكيان الصهيوني وتتاجر معه. الكيان الصهيوني مشروع استعماري استيطاني يدمر المنطقة العربية انطلاقاً من فلسطين، وهو مشروع لزرع الكيان في المنطقة حتى يخدم مصالح الغرب عندما ترحل قواته العسكرية منها. وبذلك عاشت المنطقة عصراً رومانسياً صممه الغرب واصطدم مع من خرج عن الصف مثل عبد الناصر، وصار كل شيء مصمماً لخدمة المشروع الصهيوني. وقد اعتمد الكيان الصهيوني محاور وتوسع بها في المنطقة. المحور الأول هو استخدام القوة الطاحنة لسحق العرب وجيوشهم حتى يصبح العسكري العربي مرعوباً من الجيش الصهيوني، ولذلك يدعو إلى السلام مع هذا العدو خوفاً منه ومن بطشه. وقدم الكيان عدداً من المشاهد المرعبة حتى تدخل الرعب في قلوب العسكريين والسياسيين في المنطقة، كما فعل التتار تماماً فيأسوا من مجرد مشاعر العداء وجنحوا إلى المهادنة تحت ستار السلام، وهم يعلمون أنه استسلام للعدو، وتباهى نتنياهو بنظريته ونتائجها في استخدام العرب طوعاً وجزعاً إلى أعتاب كيانه. المحور الثاني هو استخدام أحدث تكنولوجيا الحرب والسلاح والتدريب وإبقاء الجيش سلاحاً رادعاً للعرب يأخذ دائماً زمام المبادرة ويعتدي ولا يقبل بهجوم أحد عليه. ولذلك اعتبر الكيان الصهيوني أن هجوم الجيش المصري على جيشه المحتل لسيناء عام 1973 عدواناً وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة. ويضيف الأشعل: ولكن انقطاع الصلة بين الاستثمارات والأهداف القومية يمكن أن يكون مثيراً لاهتمام ومصالح تلك الدول، وقد رأينا عظم الاستثمارات في الصين، ومع ذلك لا تستخدم هذه الاستثمارات لتحقيق أي مزايا سياسية لمسلمي الصين أو الأقصى والحقوق الفلسطينية، ولا جدوى من الحملات ضد الفلسطينيين وتبييض صفحة الكيان الصهيوني، لأن شعوب تدرك أن الصهاينة ضد العروبة.
وأن الخطر على هوية المنطقة يتوازى مع التهام فلسطين. أعلنت وزارة الثقافة السعودية نيتها إطلاق أعمال مجمع عالمي للغة العربية في السعودية، تناطو به أدوار تهدف إلى دعم الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية وتعزيز تطبيقاته اللغوية، بالإضافة إلى خدمات أخرى تنظم وتعزز من حضوره العالمي، ما يشي بمحاولة جادة للزج باللغة العريقة في تطبيقات الغد وحفظها من الاندثار على مستوى الممارسة العصرية، لينضم المركز إلى 10 مراكز ومجمعات لغوية تأسست في العالم العربي ويكون أحدثها وأكثرها توظيفا لها في العالم التقني. ولا ينحصر دور المجمع اللغوي في دعم اللغة العربية رقميا وتكنولوجيا، وإن كان أبرز جوانبه تعد الوزارة بالدفع أو تعد بالدفع بجهود البحث وتدوين وإصدار وتحديث المعاجم العربية وإطلاق الحملات الدعائية لتعزيز ودعم المحتوى العربي، مصحوبا بإقامة المعارض والمؤتمرات الخاصة بذلك. وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء سعيها من خلال المجمع إلى إبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميا وعالميا، آملة في أن ينجح نشاطها هذا في إحياء روح الاعتزاز بالهوية الثقافية العربية ودعم تطبيقات ومنتجات وأبحاث اللغة العربية في السعودية ولدى المتحدثين بها. الآن نبقى مع رسوم الكاريكاتورية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.